طيب محمد احنا حنختم معك لانه حنكمل مع نايف في الجزء الفني، ايش تبغى تقول انت للاهلاويين؟ ايش تبغى تقول للاهلاويين كلمه اخيره اليوم؟ انا ما اقول هم يعني الاهلي قال يعني زي ما يقولوا قال كلمته في الملعب وهذا هو الصح. الفريق اللي يقول كلمته في الملعب ويقول لاعبينه في الملعب هذا هو الفريق الصحيح. ابى اقول لك معلومه مهمه جدا ومتاكد من هذه المعلومه، رساله اوصلها الامير خالد بن عبد الله بعد خساره الاهلي امام نجران انه لا لقاء مباشر ما بيننا حتى تحضر بطوله الدوري. شعر انه هنا يجب ان يكون في حد فاصل ما بين الهزل والجد، وكان لاعبون الاهلي عنده كلمتهم واستطاعوا فعلا ان يكسبوا التحدي مع انفسهم مع جمهورهم مع رمزهم الذي رمى الكره في ملعبه كره المسؤوليه. وهنا هنا هنا الشعور الحقيقي دائما للاعب الذي يتحمل مسؤوليه المدرج، يتحمل مسؤوليه الشعار، يتحمل مسؤوليه كتابه اسطر تاريخه هو بنفسه. النجوم اللي يكتب لهم تاريخهم او يحاولوا الاخرين يساعدوهم لكتابه تاريخهم وهم لا يقدمون شيء في الملعب، انا اعتقد انه هذا يعني بالماء يمسح بسريع، لكن المجد هو اللي يكتب هذه البطولات. وانا اعتقد لاعبين الاهلي صحيح. كان لهم كلمه في الملعب، كان لهم حجم وقدره المسؤوليه فعلا والضغوط الكبيره اللي كانت موجوده على الفريق، ومع ذلك تحملوا كل شيء واستطاعوا ان يفرح المدرج الاهلاوي باهم واغلى بطوله في البطولات على مستوى العالم. بطوله الدوري هي الاهم والاغلى والاقوى لان هي تقدم الفريق القوي، وهم قدموا نفسهم كنجوم وفريق قوي.